فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. أخواننا الكرام، من تعريف ترك الصلاة اصطلاحا أن يدع الإنسان إقامة الصلاة المفروضة عمدا، أما ترك الصلاة فهو عدم إقامتها عمدا، وأما إضاعتها فقد قال ابن مسعود: وليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. بالمناسبة، ترك الصلاة عدم إقامتها عمدا، أما إضاعة الصلاة تأخيرها عن أوقاتها. لذلك من أعظم الأعمال الصلاة على وقتها. قال إمام التابعين سعيد بن المسيب: هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، وألا يصلي العصر حتى يأتي المغرب، وألا يصلي المغرب حتى يأتي العشاء، وألا يصلي العشاء حتى قبيل الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. هذه إضاعة الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي نص ورد معي أنه من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره. فت للبيت صلي العشاء أول شيء، ترتاح، تأكل بهناء، تجلس مع أولادك بهناء. لو ما لك مصلي في قلق عميق، دخلت الظهر إلى البيت، ابدأ بالصلاة في وقتها. إذاً إضاعة الصلاة تأخيرها حتى الوقت الذي يليه. لذلك في ساعات قبل نصف ساعة من الوقت تعطيك تنبيه. هذه تصلح للمؤمنين والمنافقين معاً. المؤمن يصلي بعد الإنذار، يكون بقيان نصف ساعة، أما المؤمن يستعد للصلاة قبل نصف ساعة، في فرق. قال: من مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال القرطبي: إضاعة الصلاة كفر وجحود بها، وقيل إضاعة أوقاتها وعدم القيام بحقوقها. يعني يصلي ويطلق بصره. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يصلي وبيكذب، يصلي وبيحلف يمين كاذبة حتى يبيع السلعة، يصلي وبيحتال. إذاً هو لم يحقق نتائج الصلاة، هذا أيضاً من إضاعتها، صار تأخير وقتها وعدم تحقيق نتائجها. أما السهو عن الصلاة فقد اختلف فيه على أقوال عديدة. السهو من أين جاء؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو كان في صلاتهم ساهون لهلك معظم المسلمين. عن صلاتهم ساهون. ما معنى السهو عن الصلاة؟ قال: السهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها. قال أحد الصحابة: أرأيت قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أهي تركها؟ قال: لا، ولكن تأخيرها عن وقتها. إذاً السهو عن الصلاة يشبه إضاعة الصلاة. وقيل: السهو أن تترك فلا تصلى، باللغة الدارجة بأطش، يصلي وقت بترك وقت، أيضاً هذا من السهو. والله عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هم المنافقون، كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا. يعني ببيته ما بيصلي، أما قاعد بدائرة واتجاه إسلامي، دائرة خاصة يعني، ورأس الدائرة صاحب دين وعنده رغبة الكل يصلوا، بيصلي معهم حتى ينتزع إعجاب صاحب الشركة، بالبيت ما بيصلي. المعنى الثالث، الأول معنى تأخيرها عن وقتها، السهو في الصلاة. المعنى الثاني،
يترك بعض الصلوات فلا يصليها. المعنى الثالث يتهاونون بها ويتغافلون عنها. قال هم لاهون ساهون غافلون، يصلون وليست الصلاة من شأنهم، ساهون يتهاونون. أيها الإخوة، ورد في بعض الآثار لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع الدنيا إن صلى لم يرجو خيرا من صلاته، وإن تركها لم يخف ربه. فهذه الحالة أخطر من كل الدنيا. لو أعطيت كل الدنيا وكنت كذلك، إن صليت لا ترجو خيرها، وإن تركتها لم تندم على تركها، فلا قيمة لكل هذه الدنيا أمام هذه الحالة الخطيرة المرضية. الآن حكم تارك الصلاة، قال ابن القيم: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم الذنوب والكبائر، وأن اسمه عند الله أعظم من اسم الكبائر كلها، من قتل نفس وأخذ مال، ومن اسم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. وكان عمر يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني أنا بقترح عليكم، إذا واحد خطب ابنتكم ولا يصلي أصلاً، ما لك مصلحة معه، ما لك مصلحة أبداً. أنه الذي يصلي عنده نوع من الخوف، والصلاة الكاملة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ابن حجر عد ترك الصلاة عمداً من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. ما سلككم في سقر؟ الدليل: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. صح عن النبي أن تارك الصلاة كافر، لكن إذا تركها جحوداً بفرضيتها، أما إذا تركها تقصيراً يعد عاصياً معصية كبيرة. أيها الإخوة، هذه بعض النقاط النظرية في ترك الصلاة. الآن إلى الآيات، يعني أي قضية إخواننا الكرام إذا فيها آيات قضية أساسية في الدين مركزية. يقول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا تكفي هذه الآية؟ الآية الأخطر: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. آية ثالثة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. آية رابعة: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. آية خامسة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أخواننا الكرام، الصلاة هي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال. الشهادة ينطق بها مرة واحدة، الصيام يسقط عن المريض والمسافر، والحج يسقط عن المريض والفقير، والزكاة تسقط عن الفقير. لم يبق من الدين إلا الصلاة كفرض متكرر لا يسقط بحال.
أبدا. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. الصلاة عماد الدين. الآن هذه الآيات، أين الأحاديث؟ الموضوع خطير جدا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، لم يعد مسلما، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا. حديث آخر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حديث ثالث: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فمن تركها فقد أشرك. حديث رابع: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر، من أحل دم امرئ مسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. وقال بريدة الأسلمي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة لها شأن كبير. أخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، لكن صدقوني ولا أبالغ، أنا لا أتصور أن إلهاً عظيماً خالق السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء يعطيك أمر ينفذ كما يصلي المسلمون اليوم، ساهي ولاهي، لا في وجهة، لا في خشوع، لا في تدبر آيات، لا في اهتمام، لا في تطبيق عاداته وتقاليده، أحياناً يكذب، أحياناً يحلف يمين كاذبة، بس يصلي. أنا لا أصدق أن هذا الأمر الذي يؤدى بهذه الطريقة هو كما أراد الله عز وجل. الصلاة شيء عظيم. أنت لما تدخل لعند وزير وقد لا تحبه دون أن تشعر بالمراية شوي تشوف شعراتك، وزير خالق الأكوان، كان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، لا يعرفنا ولا نعرفه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فقد إحدى عينيه، قيل له: نداويك وتدع الصلاة أياماً؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. أصعب صلاتين على المنافق الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. كلام النبي. أخواننا الكرام، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. صلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، أنت في ذمة الله 24 ساعة، في حمايته، في رعايته، في حفظه، في توفيقه، في نصره. يقول عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات،
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من ترك الجمعة ثلاث مرات ختم على قلبه، كان على قلبه الران، نكتت نكتة سوداء في قلبه. سبحان الله، صلاة الجمعة ميزتها بماذا؟ بالخطبة. لذلك قال المفسرون: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: ذكر الله خطبة الجمعة. ولما الإنسان يأتي إلى المسجد بوقت مبكر فكأنما قدم إلى الله بدنة، يعني جمل 150,000 ثمنه، إذا جاء في وقت تالي بعد هذا الوقت المبكر فكأنما قدم بقرة، فإذا جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة، إذا جاء في الساعة الرابعة رابع واحد فكأنما قدم دجاجة، إذا جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. من جمل لشاة لدجاجة لبقرة، من جمل لبقرة لشاة لدجاجة لبيضة. فإذا صعد الخطيب المنبر ما في صلاة وانتهى الأجر. يعني هو أكثر الناس يقول لك والله الحمد لله لحقت آخر ركعة بيوم الجمعة، الحمد لله لحق آخر ركعة، هي الصلاة عادية. أهم شيء يوم الجمعة الخطبة. بعرف شخص يعني سبحان الله بيحب بائع فول بآخر المدينة بطرف الآخر، عنده سيارة موديل 48 وزنها 3 طن، بيحميها ربع ساعة وبينطلق فيها من شمال المهاجرين إلى أقصى مكان بالمدينة مشان كيلو فول. إذا حب يصلي الجمعة بأي جامع جنب بيته، قلت له أنت الفول أغلى عليك من الله، لأنه اختار جامع لك ثقة بخطيبه، تستفيد من خطبته، تتأثر، تكتب كلمتين. فبده جامع قريب وبريد يصلي بس الصلاة، ولا إذا كان في جامع الخطبة على المئذنة الناس بيجوا عند الصلاة فقط، عرفان إنه حيلحق الصلاة. فلذلك إخواننا الكرام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذكر الله الخطبة. فإجا قبل أن يصعد الخطيب المنبر له أجر بيضة، قبل دجاجة، قبل شاة، قبل بقرة، قبل بدنة. سبحان الله، بعض البلاد الإسلامية بيجوا على الجامع الساعة 11 قبل الساعة بيقروا قرآن. يعني في عادات ببعض البلاد رائعة جدا، يدخل المصلي إلى المسجد قبل ساعة من الأذان تحقيقا لهذا الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ثلاث أشخاص في بلدة أو في البادية إن لم يقيموا الصلاة فقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. سيدنا عمر يقول، الآن أقوال الصحابة الكرام والتابعين والعلماء العاملين: لا إسلام لمن لا يصلي. من ترك، سيدنا علي بيقول: من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئ من الله وبرئ الله منه. متعمدا، كان أصحاب النبي عليه صلوات الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. جاء رجل من ثقيف فسأل أحد الصحابة الكرام: أي درجات الإسلام أفضل؟
قال الصلاة على وقتها، من ترك الصلاة فلا دين له. ومصعب بن سعد رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت بلهو حتى يضيع الوقت. في حديث ممتع، هلا بنصلي المغرب غريب، الحديث امتد قد ما شاء، جلس الظهر فات للبيت، حب ياكل اول، اكل تعب تقل شوي، هاتوا كاس الشاي، انطلع حديث مع الزوجه قد ما العصر. هكذا الذين هم عن صلاتهم ساهون. سامحوني اذا كنت قاسيا، بس انا ارتأيت أن نقف عند الصفات المذمومة، وأنا اقتديت بسيدنا حذيفة، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. درسنا الأمراض النفسية بالجامعة بكلية التربية، كان في 300 مرض، والله توهمنا جميعا أن نصف الأمراض واقعين فيها نحن. رجل قال لصحابي عظني في نفسي رحمك الله، قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا صليت فصلي صلاة مودع. شهد الله أيها الإخوة، لو أنك أدركت أن الوقت ما بيدك، بأي لحظة الإنسان بيغادر الدنيا، صلي صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات فإنه فقر حاضر، وأجمع اليأس مما عند الناس فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. أي شيء تضطر أن تعتذر منه لتفعله، أي طمع بما عند الناس فقر حاضر، أي طمع بما عند الله غنى حقيقي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله؟ فقال الصلاة هي الحاسمة. هلا إنسان ما بيصلي، أحيانا بيدخل لبيت الأب بيتكلم عنه أنه لبق لطيف فهيم مدعوك مزوي حضاري، ما بيصلي. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، إنسان مقطوع عن الله لا ترجو الخير منه. نبئت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعلمان الناس الإسلام، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله تعالى بمواقيتها فإن في تفريطها الهلكة. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال العلماء ذكر الله الصلوات الخمس. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الإمام أحمد له قول رائع، كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. أيها الإخوة، أدرك أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديث كثيرة مفادها أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها فهو كافر. أخواننا الكرام، ترك الصلاة استحقاق لسخط الله وغضبه، والتقصير في الصلاة حلول النقم وذهاب النعم. دقيق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تتمة، لا نسألك رزقاً، معنى ذلك أن البيت الذي فيه صلاة بيت مرزوق،
محل تجاري في صلاة مرزوق، ترك الصلاة دليل على قلة التوفيق وسوء العاقبة، ترك الصلاة البعد عن الله والبغض من الناس، ترك الصلاة يورث الهوان والذل في الدنيا والآخرة، ترك الصلاة يحشر صاحبها مع هامان وقارون وفرعون وأبي بن خلف، ترك الصلاة يحرم صاحبها نعمة لقاء الله ويسمى مضيعا للأمانة، ترك الصلاة يحرم من أهم مصدر لتكفير السيئات وزيادة الحسنات. إذاً إن شاء الله نعاهد الله في هذا اللقاء الطيب على أن نؤدي الصلوات في أوقاتها، والفجر في المسجد والعشاء في المسجد، حتى تكون في حفظ الله 24 ساعة، والحمد لله رب العالمين.